جواب سوكر. راديو جوهرة ثامن الثلاثاء 13 جويلية 2021. إلى السيد الرئيس قيس سعيد تحية وسلاما ما بعد. وأخيرا تلقى السيد الرئيس الجرعة الأولى من التلقيح في مركز التلقيح في المنيهلة، حيث يقيم قبل انتقاله إلى قصر قرطاج. طبعا مركز التلقيح كان خاليا تماما من الملقحين ولا الجايين باش يلقحوا، وكأنه تم إجلاء الجميع وتخصيصه بالكامل للرئيس. تمنيت السيد الرئيس يزور مركز التلقيح بالمنيهلة في الأيام العادية ويشوف الوضعية اللي عليها الناس اللي جاية تلقح، ويستنى دوره كيف وكيف الناس كل. المهم الرئيس لقح، إن شاء الله بالصحة والشفاء سيد الرئيس، هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية. الرئيس يا منير قال أنه لقح بإصرار من الأطباء وخاصة من المواطنين، قال له إن قال أنه ما قبلش التلقيح إلا من أجل تشجيع المواطنين على التلقيح. تونس في حاجة إلى لقاح سياسي، وسيتوفر إن شاء الله هذا اللقاح حينما توضع النصوص التي يريد الشعب التونسي، لا حين توضع النصوص على المقاس. الرئيس ما لقحش فقط بالحقنة ضد الكوفيد، وأنا ما أتحدث كما كنت تسمعوا على اللقاح السياسي وعلى تغيير النصوص حسب إرادة الشعب. باهي سيد الرئيس، بغض النظر عن تبريرك لتأخرك في تلقي التلقيح وهو تبرير غير مقنع بالمرة، أنت قلت باش تقعد آخر واحد يلقح في التوانسة. في بالك سيد الرئيس اللي أغلبية المطلقة من التوانسة مازالوا ملقحوش، قلت بغض النظر عن روح الإيثار اللي تحدثت عليها أكثر من مرة، حقك راك لقحت منذ البداية سيد الرئيس، حقك كنت أول تونسي لقح باش يعطي المثل للتوانسة ويشجعهم وباش يحمي روحه كرئيس للدولة من أجل الدولة. توا تفكرت تلقح سيد الرئيس بعد ما قتلوا أكثر من 16,000 تونسي بالوباء، توا تفكرت تعمل تليفوناتي لرؤساء وأمراء العالم باش يبعثوا التلقيح بعد قتل أكثر من 16,000 تونسي. سيد الرئيس، هل كان يجب أن تموت الآلاف المؤلفة من التونسيين لتتلقى أنت الجرعة الأولى من التلقيح؟ هل كان يجب أن يموت الآلاف أو تموت الآلاف المؤلفة من التونسيين لتصل الهبات والمساعدات لتونس؟ هل كان يجب أن تظهر تونس 3,000 سنة حضارة الرائدة في مجال الصحة والطب، أن تظهر بمظهر الشفقة حتى تصل التلقيح؟ هل كان يجب أن ننتظر منة من الآخرين لتوفير التلقيح؟ هل كان يجب أن نموت ونموت باش نسخف الرئيس الفرنسي ماكرون ويقول أنه يشفق على أكثر الدول فقرا في العالم وفي مقدمتها تونس يسميها بالاسم؟ هل كان يجب أن نظهر بمظهر المتسول حتى تصل التلقيح؟ سيد الرئيس، تحدثت كمشيت للمنهر على الانتصار في الحرب. عن أي انتصار أنت تتحدث؟ طبعا الجائحة ستمر يوما من الأيام كما مرت كل الجوائح عبر التاريخ، وإذا كان ثم انتصار وأنا لا أعتقد ذلك، سيكون بطعم العلق، بطعم الدم، بطعم الموت اللي حاصر التوانسة خلال الجائحة. سيذكر التاريخ أنه قرابة 20,000، إن شاء الله ما نخلطوش 20,000 تونسي قتلوا في عهدك بالكورونا، وأنك كنت غاطس في هرطقاتك السياسية ومعاركك النصوصية والدستورية، وأنك عمرك ما عطيت المثل في الالتزام بالبروتوكول الصحي في اجتماعاتك في زياراتك الميدانية زمن الحجر الصحي وحظر التجول. سيدي الرئيس، قليلا من التواضع ويزم التبجح، نحل صفحة رئاسة الجمهورية، نقرأ البلاغات بتعليماته أسدى تعليماته، أجرى مكالمة هاتفية. برشا من اللقاحات القادمة لتونس كانت بفضل تدخل المجتمع المدني، نحكي هوني خاصة عن اللقاحات اللي وعد بها ماكرون رئيس فرنسا، مش بفضل إرادتك السياسية وتدخلك الشخصي. كيف نقرأ كما قلت البلاغات الرئاسية نلقى الناس الكل تتمزى وتمنى على تونس، حتى الحكومة المؤقتة في ليبيا تمن وتوعد، وفي نفس الوقت سكرت علينا الحدود من غير لا شاورتنا ولا أعلمتنا. من بعد ما سكرت قالت إيجاو نتحدثوا ونشاوروا وننسقوا. به
انت مشيت لقحت سيد الرئيس يا اخي، لازم تحكي على الناس اللي تاجر بالفيروس وشكون الناس اللي تاجر بالكورونا، وتحكي عن الناس اللي تتلاعب بالتلقيح، راهو كلام خطير. مش شجعت التوانسة، بالعكس زيد يخوفهم. انت مشيت باش تشجعهم كما قلت باش يلقحوا، تمشي تحكي لهم على التلاعب بالتلقيح وعلى التجارة والسمسرة بالفيروس، وتحدث زادة على لقاح سياسي. توقته سيد الرئيس، إذا كان فما لقاح سياسي راهو يشمل الطبقة السياسية الكل، وانت راك داخل في الطبقة السياسية، وانت شئت ما بيت على رأس هالطبقة ولا رأس هرم السلطة في البلاد. من الأخر سيد الرئيس، صحة وبشفاء. أما أنا كيف أكثر من 90% من التوانسة مازلنا ما لقحناش، نحبوا نلقحوا. واجبك أنت، واجب سلم الشيشي اللي اخترته أنت رئيس الحكومة، واجبكم تجيبوا التلقيح. أنتم قاعدين تخلصوا من مال العام باش تخدمونا، ما عندكمش مزية. سيد الرئيس، أنت لقحت، وأنا وبقيت التوانسة وقتاش زعمة باش نلقحوا؟